الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. السيدات والسادة، أهلا وسهلا بحضراتكم. أنا سيف الدين هاشم، بحب أرحب بحضراتكم، بس في بعض النقاط حابب أتكلم فيها قبل ما نرحب بالدكتور محمد لو يسمح لنا. اتفضل يا محمد. كان في بعض التعليقات يعني اللي الناس شايفة إن إحنا بنجري ورا ربح أو بنسعى خلف ربح أو كده، أو اشتراكات أو إعلانات أو أيا كان من هذا القبيل. إحنا الحمد لله من قبل ما نكون يعني نظهر مع الدكتور محمد عيسى داوود كنا متابعين زينا زي حضراتكم، وكنا متابعين من خلال قراءتنا لكتب الدكتور محمد عيسى داوود من قبل ما حتى ما نشوف حضرته من خلال قنوات اليوتيوب، وتابعنا حضرته برضو مع أستاذ إبراهيم حجازي عليه رحمة الله وفي قنوات أخرى، وغير الندوات الثقافية اللي حضرته قدمها. فيعني إحنا مش بنسعى ورا ربح، لو بنسعى ورا ربح فكان ممكن من خلال معرفتنا للدكتور محمد عيسى داوود إن إحنا نطرح عليه إن إحنا ممكن نقدم معاه برنامج من بدري جدا. بس حصل وقفات مع أحد القنوات، فإحنا لقينا إن الساحة يعني لازم يطلع حد يوجه الأمة أو يقدم علم الدكتور، وهو الدكتور يعني حضرته مش محتاج إن إحنا نقدم علمه، هو علمه موجود في الكتب وزي ما قلت في التلفاز والحلقات السابقة. بس حبينا إن إحنا نأدي دورنا ورسالتنا تجاه أمتنا برضو، وزي ما الدكتور محمد عيسى داوود بيقول إن الشباب هم اللي جايين وهو اللي دورهم هم اللي جاي. فإحنا بنأكد على ما قلته. بالنسبة للتعليقات المسيئة واللي تحمل سب وقصف، إحنا بنتجاهلها لأننا زي ما الدكتور محمد عيسى داوود بيقول ده مش هيهز مننا شيء أو مش هيقلل إيماننا في شيء، ولن ينال منا قدر أنملة كما ذكرت في الحلقة السابقة. بس يعني هو ربنا سبحانه وتعالى كفاية إن هو شهيد ومطلع على هذا، ونحن نختصم عند الله سبحانه وتعالى. بس هو ده يعني اللي حبيت أوضحه في البداية. وبالنسبة للتعليقات الإيجابية فإحنا بنشكركم على المتابعة وطيب المتابعة والتعليقات الحسنة. بس ونبدأ بحلقة اليوم. وأحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وحابين نرحب بدكتور محمد. يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك يا سيدي يا محمد يا حبيب الله يا نبي الله، قدر مقامك ومقدار قدرك وقدر لا إله إلا الله محمد رسول الله. كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. فسيادتك بدأت بمقدمة نارية هامة جدا، وأربطها بمسمى الملف الذي أجدتم اختياره: اعرف عدوك واعرف حبيبك، واعرف حبيبك واعرف عدوك. فهذا من باب المطابقات، يعني الله سبحانه وتعالى بيتحدث عن الأعداء وأوصفهم، فدائما بتجد نوع من التجانس في العداوة. المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، صدق الله العظيم. فقاتلوا أئمة الكفر فإنهم لا أيمان لهم، وفي قراءة لا إيمان لهم، يعني تجد الأعداء دائما موجودون على الساحة منذ خلق الله سبحانه وتعالى الخلق المكلف. كل إنسان طيب يريد أن يقدم خيرا لابد أن يقف له شياطين الإنس والجن بالمرصاد. ما أحب أن أقوله في معرفة العدو فيما يخص العبد لله ثم فيما يخص الشباب، من المهم جدا أن نتحدث عن هذه المسألة، لأن أنا مؤمن بالطفل وبالشاب. أنتم الهدف، التارجت رقم واحد للشيطان الرجيم والدجال الملعون من قديم، وهما متفقان ومتوافقان على ان ضرب الطفولة وان يطلع الطفل مشرد في فكره وتائه، او انه اذا بلغ مرحلة الشباب تبقى الثغرات اللي هي بتاعت بقى مرحلة النضج وإثارة الغرائز فيبدأ يشتغل عليها. فهو دايما الصيد بتاعه يا إما الطفل يا إما الشاب. كل لله الحمد
إن نجد شباب واعد زيكم ويجي في مرحلة من المراحل يتعلم ويؤهل أكاديميا ليكون إعلاميا، لأن أنتم مش أدعياء إعلام، أنتم خريجي كلية إعلام متخصصين. مسألة معرفتكم بي سابقا بالمتابعة قبل التعارف، ولما اقتربت منكم، ما هو نفس الأمر أنا عملته في ناس كثيرين، لأن من الواجب أن أقدم رسالتي إعلاميا كما قدمتها صحافيا وكتابيا. الوضع الطبيعي، طب أنا مع الأستاذ جمال الشاعر، مع الآر تي من زمان، التلفزيون المصري، الأستاذ إبراهيم حجازي، وما بمنعش نفسي حتى من بعض من ظهرت معهم يمكن من 3 4 أعوام، أيام الدعاية إن الهدى 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 شهر رمضان القادم. فوالله كان التوافق بيني وبين بعض قيادات مصر إن أنا أهدم كل الشر ده، إن في معالم وضعها سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخريطة لابد إن إحنا نتابعها ونرصدها، فإذا تحققت هنالك يمكن أن تقول هذا وقت المذنب، هذا وقت الهدى، أو خلافه من الأحداث. بتبقى مقدمات حسب الخريطة المحمدية اللي أكرم بها البشرية جمعاء حتى على غير الإسلام. ومن هنا بندعو الجميع للإسلام، ادخلوا في السلم كافة، شوف الأمر الإلهي، لأن دي دعوتنا، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة للعالمين. طيب، وضع طبيعي يا أستاذ سيف، إن أي شجرة مثمرة إن هي ترمى بالطوب، ترمى بالأحجار، أيضا ما لا ينال، يعني ما لا ينال، لما في ناس تشوفوا هم ممكن يكون بقوا كبار في السن ولكن عته في عقولهم أو متشيطنين، وبيبقى حليف الشيطان يعلم إنه حليف الشيطان، بس هم اختار الطريق ده لمرابحه، أو متوهم إن هو ده طريق الربح وهي كده. فالوضع الطبيعي إنه يحنق، والوضع الطبيعي انه يحقد عليك ويحاول يتعرض ليك بالسوء او بالسب او بالشتم او بالتشويه او وده كنا واحنا لعيبه كوره الكابتن الشاذلي العظيم علمنا ده، فعشان كده الناس دي مش دارسه الشخصيات كويس جدا اللي هي بتتعرض ليها. يعني ممكن يبقى خصومك، هم مش خصوم، هم المفروض منافسون، لكن تجد وسط المنافسه دي خصوم، يتولد خصوم، يعني ناس عندهم حقد وحسد وغل، او هم متشيطنين. فوضع طبيعي اللي حضرتك بتواجهه ده الوضع الطبيعي، لا يفوت في عضدك شيء، وبالعكس تعلم انك اوجعت الاعداء. والغريب ان هم بيتلقطوا الكلام اللي بتقولوه، هتجد بيتلقطوه وبعدين يعكسوه، وده دليل على المرض النفسي والسقوط النفسي. هم عبده الشيطان ومعلنين بعباده الشيطان، هم ضد أهل الحق ومعلنون إن هم ضد أهل الحق، مزورون وسفلة وجميع القاذورات هم أصولها ومنابعها والمروجون لها. فبالعكس أنت المفروض تفرح وتزداد فرحا إن ده نجاح، وده بيؤكد أنك مثمر وأنك معطاء للخير، فلا تتأثر ولا يفت في عضدك. يعني إيماننا راسخ بالله، نعم، ويعني ربنا سبحانه وتعالى قال كل أي شيء أكبر شهادة. نعم نعم، قل الله شهيدا بيني قل الله كل اللي، ما هو في أحد العلماء بيقول لي مرة، بيقول لي الغريب إن أعدائك واضح جدا إن ربنا مش في حساباتهم. فضحكت لأن عجبتني الكلمة، صحيح، برغم ان هم مثلا يرددوا لفظ الله وسيدنا النبي للتستر طبعا، انما واضح لا يعرفون شيئا عن الله. ما هو ربنا بيخاف عندهم في الحق، حط اي صفات يعني، او ان هم اللي مالكين مفاتيح الجنه والنار وتقييم الناس، لو تقييم الناس والنقد للناس، وما فيش واحد فيهم بينظر في المرآة. فاعجبتني الكلمه لانه وصفهم بسهوله، يعني ان واضح ان لا، ما يعرفوش الله، ومش مؤمنين ان في حساب، لان لو مؤمن ان في حساب هيقول لنفسه ستوب، نقطه رجوع، حتى لو اخطا هيرجع يعتذر. او شوف في يوم من الايام، ايام ما فيش الميديا دي، فالكتب بتاعت الله الحمد هزت العالم، يعني برغم انف الحاقدين، بدليل الترجمه بتاعتها ودعوات اوروبا اللي هي المحاضره فيها. ففي واحد بعت لي رساله، وكنت واخد على نفسي عهد، عهد ان ارد على اي حد حتى لو بيشتمني. ف
في واحد بعت لي من دولة ما مش عايز أتكلم عليها، غير الولد الكويتي اللي لا اتكلمت عليه وهبقى أتكلم عليه تاني، لأن ده متمثل في بجح. البجح له أسلوب تاني معروف، الشباشب والأحذية دي أبسط الأشياء ليهم. ما طبعا، ما هو الغريب أدعياء دينه مش عارف يقرأ الفاتحة صح، ولا عارف حتى إعراب بسم الله الرحمن الرحيم إيه يعني. فالولد بعت لي عبارات يعني سخيفة جدا، طبعا لم أهتز يعني تحت حذائي، ولكن عشان القسم فرديت عليه. قلت له بشكرك جدا وبحييك، أنت واحد اتنين تلاتة أربعة، أنا أرد عليك واحد بكذا، اتنين بكذا، تلاتة بكذا، ورديت رد علمي على سقطات حتى علمية بغض النظر عن أخطائه الإملائية يعني. ما يعني قلت له لو هكلمك في دي ههدمك، وأنا للحقيقة مش عايز أهدمك، أنا ببني من يستحق البناء. والله فوجئت، ما فيش ثلاث أسابيع وكان رئيس الهيئة القومية للبريد كل ست أشهر يبعت لي أراءك في تطوير الخدمة، أراءك في كذا. أقول يا فندم أنا بشكرك على الحفاوة دي، إشمعنى يعني رأيي أنا؟ قال لي البريد عندنا شغال عليك. ده أحيانا كان يكتبه شارع علي شريف، فاكرين شارع علي شريف ده قصور مثلا وانا بمتلكها، فكانوا من غير اسمي تلاقي البريد جاي لي. فبقيت اضحك، ففوجئت ما فيش اسبوعين ثلاثه لقيته بعت رساله اعتذار، قال لي اقسم لك بالله ان انا استؤجرت. نفس اللي بيحصل. يبقى اذا ايام الكتاب والصحافه في اللي بيستاجر بيبيع ضميره ودينه واخلاقه لمجرد اطلع هاو هاو، اطلع فح يعني، كن ثعبانا، كن افعى، كن كلبا، كن خنزيرا، كن برصا زي ما تشاء. النهارده الميديا بقى اوسع، للميديا فيها فلوس اكتر، خبر حاجه دي حاجه. نيجي للمساله بقى الماديه. الحمد لله لازم اعرف الناس اصول الاستاذ سيف. بسم الله ما شاء الله اسره محترمه راقيه ثريه قادره ان هي تعمل حاجات كتيره، وأعرف والده إنسان كريم الخلق، ولو غمض عينيه شوية في حاجات يقدر يبقى مش مليونير. وانت عارفين اللي بيغمضوا عينيهم عن حاجة ده، في ناس بتغمض عينيها عن أعراضها بالذات من البراس يعني، ممكن يبعت عرضه في حتة عشان ياخد براءة من ايه، يخرج من ايه، يخرج من أزمة كذا، يعني البلاوي كتيرة يعني. مش عايزين يعني ايه نفتح قذراتهم، ان هم أنجاس وأرجاس. فاللي بيتعرض لك ده رجل، ده انسان بيبقى رجس، ابن رجس، وما لم يتب واذا لم يراجع نفسه فثق ان هو ده من عبدة ابليس. فده يزيدك قوة ويزيدك ايمان بالله سبحانه وتعالى، ويزيدك يقين بانك في حزب الله. الا ان حزب الله هم الغالبون. قصة انتهت واتختمت في ختم السماء. فاحنا بس بنحقق المشيئة العلية بنصرة الحق على الباطل اللي بيقوده ابليس. ايضا من الاشياء اللي بحب اقولها للجمهور، الحمد لله من التسعينيات بل الثمانينيات يعني كلمه جريده الندوه السياسيه لاول مره اقولها، اللي كانت بتتذاع في تلفاز المملكه العربيه السعوديه، كان كثيرا ما يوكل لي كتابتها الاستاذ يوسف حسين دمنهور رئيس التحرير، وكثيرون كان بيعملوا معايا ريبورتاجات حتى من ماليزيا حتى من اندونيسيا، والكلام ده كله موجود يعني. فسيادتك، محبة الناس نعمة، وكون اجد شباب واعد ده طبيعي ان اتعامل معاه، لان كما قلتها ان اذا كان ابليس والدجال بيعنوا بالطفل والشاب فلا، احنا لازم نحاربهم بنفس الامر بس بمستوى اكبر، وهو نشر الوعي للناس. ايضا لم ارفض ان انا اظهر مع كثيرين برغم تحفظاتي يعني في اللي استقبلت وظهرت معاه وانا اعلم علم اليقين هو مش مظبوط، وفي اللي انا تعاملت معاه باريحيه واديته الثقه، ولكن اجي اكتشف بعد كده في لحظه ما انه بيدعي ان هو شخصيه ما اعتباريه. لا، ونستخدم العقل؟ لا، ما فيش عقل. طب ما خلاص. فطبيعي جدا ان انا ببحث عن الشاب النقي التقي، واي شاب بيجي يقول لي عايز اعمل معاك حديث ما برفضش. ياما 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 حضرتك مخرجين واساتذه وبنلتقي وبنتكلم. في معالي الجنرال شريف باشا جمجوم كان بيدعوني مثلا لمحاضرات حضرتك وسط ساده كلهم رجال الامن القومي، بلبي اقول له حاضر من عينيا الاثنين، غيره كان اللي هو محمد هارون
قوتنا المسلحة، وياما على المنصة دي في الأحداث إياها. فالحمد لله رب العالمين، ما بقولش لأمتي لأ في أي شيء أقدم فيه خير. فأنا شايف إن حضرتك شاب مميز، شايف برضو الإعلامية الأستاذة إسراء شابة مميزة، وأيضا أي شباب مثلكم من الشباب الصالح اللي عايز يقدم لأمتي شيء، أنا ما بتأخرش عنهم، أنا مش حكر لحد، لأن في هناك من حاول أن يحتكرني، يعني طبعا يعني شيء غريب. هذه هي الدنيا، فأنت المفروض تفرح إن أنت بتقذف بالطوب، يبقى معناها أنت نخلة مثمرة يعني، فكن كالنخل مرتفع كده، وتعالى عن سفاسف الناس دي. والأستاذة إسراء يبدو إن ساعة ما رشت الرد عامل مفعول صعب. ضايقهم شوية. خنقهم. بنستكمل مع دكتور محمد عيسى داوود رحلتنا نحو ملف اعرف عدوك واعرف حبيبك. بنستكمل يا دكتور سؤالنا بالحديث الشريف عن نبي الله صلى الله عليه واله وسلم، يخرج الدجال على حمار أقمر ما بين أذنيه 70 عاما، معه 70,000 يهودي عليهم الطيالسة بالحدث، حتى ينزلوا كوم ابن الحمراء. رواه أبو هريرة. هل كوم ابن حمراء ابن الحمراء مكان أو هو رمزية لشيء ما؟ والله البعض يعتبره مكان طبعا، بس بداية حضرتك تتكلم عن الملف اعرف عدوك واعرف حبيبك واعرف حبيبك واعرف عدوك، مقدمة اللي فاتت ليست مقدمة، هي كلام موضوعي. لا بالعكس، هو في صلب الأمر، لأن اللي هاجموك هم من أعدائك، هم من أعداء هذه الأمة، هم من أعداء الشباب، هم عايزين اللي يزيف الوعي، هم عايزين اللي ينشر الفساد. فإحنا في صلب الكلام يعني، إحنا ما خرجناش عن بره الإطار خالص. أيضا في كلام يمكن كان مع الأستاذة إسراء في الحلقة السابقة ما كملناهوش، اللي هو علاقة الدجال بمسألة مسألة الكوفة، يعني دي ممكن نخليها لها بس بنربط عشان نقول الكلام. فبرضو المنطقة دي البعض تكلم ان هي منطقة برضو بين العراق والكويت، البعض تكلم ان هي منطقة في إيران، يعني الناحية الجغرافية. قلنا إن الدجال له خرجات متعددة، ولكن لا يعلن عن نفسه صراحة فيها، يعني هو أفعاله ورجاله هم اللي بيخرجوا وبيتحدثوا باسمه، أو بالأدق بالفكرة اللي هو عايزها. زي ما زلت أذكر بوش الأب وهو وضع قدم على قدم بكل استعلاء وعنجهية لما اتكلم عن مرحلة تحرير الكويت من صدام، بكل أسف، وهي دي كانت الملحمة الأولى. وأنا بنتكلم على موضوع الملاحم لأن حدث تزييف كتير جدا وخلط بين الناس، وتيه الحمد لله ضبطناه في حاجات، لكن هنوضحه أكثر ونضع نقاط على الحروف عشان محدش يعبث بالعقول. وهو وضع رجل على رجل وراح أعلن عن النظام العالمي الجديد اللي هو النظام الأوحد. الكلام حضرتك ده لو انت قرأت كتاب الخيوط الخفية هتلاقيني متكلم عنه حتى من قبل الإعلان البوشاوي ده، اللي هو ختم الدجال اللي على الدولار. شرحتها مع الصبر حجازي، شرحتها في ندوات لنقابة المهندسين في الثمانينيات وأعلنت عنها الأخبار والأهرام والجمهورية كذلك. في طبعا في نقابتنا دي العرض مستمر، وفي اي لحظه اتحاد الصحفيين العرب حاتم بن زكريا، والله عايز المحاضره هنا، عايز المحاضره هنا، الوضع الطبيعي، ومع السفير فتحي يوسف. نقابتنا طبعا الاساسيه، لان عندنا قاعه مؤتمرات وندوات، منتديات، حتى الاحباء الساده الصوفيه اجدادنا وابائنا. فقدمنا أشياء كثيرة وضعنا النقاط فيها على الحروف، ولكن بدأت تطلع أجيال جديدة وسط الميديا الشيطانية، فبنطفع الشياطين على وجوههم وبنبدأ نقمعهم ونطردهم عن الشباب الناصح الطيب. فالدجال بيخرج بالأنا بتاعته من خلال آخرين، اللي هي نقدر نقولها حتى أمريكا لما بتيجي تحارب النهاردة بتحارب حروب بالوكالة، فهو بيستخدم وكلاء عنه يطلعوا يتكلموا. وقلنا
ان هو اختار امريكا تبقى الحيز لتنفيذ افكاره، وكانت البروفة الاولى لاحتلال فلسطين، يعني البروفة الاولى اللي هي يعني يذبح فيها اهل بلد او يطردهم ويستولى على ثرواتهم واراضيهم. واختار الموقع بتاع دايرة برمودا، وهي ليس مثلث انما بنمشي مثلث دي مجازا عشان فينسنت جاديس اللي سماها كده، لكن هي دايرة وعرفنا كل اللي فيها، وده اللي مجننه، ده اللي مجننه ومجنن شياطينه الانسية اللي عمالين ينتشروا، ولكن الحمد لله وثائقيا قادرين، وايدينا وعضلاتنا اقوى منهم كلهم، وحذاء من احذيتنا، واقسم بالله بكررها رؤياي انني اطأ وبقفز بالبيادة بيادة القوات المسلحة المصرية رؤوس افاعي كم هائل احجام واشكال والوان، اعتقد ان انا بطأ رؤوسهم الان وبكل قوة وبكل يقين في الله سبحانه وتعالى. فكذلك انتوا على نفس النهج، اي افعى طأوها باحذية القوات المسلحة المصرية وانتم ابناء مصر، ولن يغلب احد رب العالمين ولا جند رب العالمين، وما يعلم جنود ربك الا هو، كتب الله لاغلبن انا ورسلي. طب يبقى كل الخارجات، اي مسمى هتسمعه في جغرافيا من الجغرافيات بغض النظر اختلف فيها العلماء او توافقوا عليها، فهي خارجة من وراء الستار، هو برضو وراء الستار، ولن يجرؤ ان يطلع يعلن عن نفسه انه المسيح منتحلا هذه الصفة التي اعتبرها صفة الهية ربانية خلعها الله على نبي كريم من انبيائه، لن يجرؤ الا بعدما يفقد كل اوراقه ويخسر كل المعارك اللي عماله بيخوضها. واعتقد خسران امريكا الان اللي هو مجننه واضح وضوح الشمس، ومنذ أعلن بوتين عن سقوط النظام العالمي الموحد أو النظام العالمي صاحب القطب الأوحد اللي هو شرحناها على الدولار، ويعني مفخم في الأنا وعامل ذا جريت سيل للختم، يعني صاحب الختم الأعظم، صاحب الختم الأكبر، طبعا ده وهم اللي هو خلى الدولار فيه الصنم اللي بيسجد له ناس كتير، الآن بادئ يتهاوى بغض النظر ان ارتفع في مصر، ودي لعبة هيفهمها الشعب المصري لاحقا ان شاء الله، وحيهدم الدولار وبلاد الدولار وحيسقط. واعتقد ان قدوم الرئيس الصيني الى بلادنا العربية وعقد 3 قمة صينية سعودية دي ضربة موجهة لامريكا، ضربة موجهة للدجال رسميا بعلنها، جزيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تصفع الدجال على وجهه بضربة مباشرة، ضربة ساحقة وهتجننه. الضربة الثانية حضرتك ان الاجتماع الثاني، اجتماع مجلس التعاون الخليجي وقادة مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الصيني، طيب الاجتماع الثالث، الاجتماع برضه مع قادة بعض البلاد العربية الهامة جدا، يبقى اذا انا بعتبر ان ده اعلان رسمي بوفاة النظام العالمي الامريكي الدجالي المسخي. فانا ارى يا استاذ سيف ان حضرتك وسائر جيلكم ياريت تصطفوا لصلاة الجنازة عليهم وتتكلوا على الله تدفنوهم بقى ونخلص، وكل واحد يروح بيته، وربنا يجعل بيتنا الجنة يا رب. نعم. طيب حابب اسال بخصوص فلوريدا، تعد احد نقاط المثلث الثلاث اللي هو برمودا فلوريدا وبورتريكو، فلو هي قسمت فهي بتعني مدينه الكاهن المنتظر كما حضرتك كتبت ما قبل ومثلث برمودا او مكان حكم الدجال مؤقتا هو قريب من قصر ابليس برضو زي ما حضرتك اسلفت ذكر. نعم حابين نوضح العلاقة بين الدجال وإبليس، وهل هما وجهان لعملة واحدة، خاصة أن حضرتك تحدثت في الخيوط الخفية عن معاهدة إبليس للدجال 40 ليلة. ففي مكان أفكر يعني إبليس والله هو يعني سؤالك سؤال مركب. نعم. يعني مجموعة في بعضه. أولا حضرتك لما فينسنت جاديس جمع الحوادث اللي هي اختفاء سفن
كلما اقتربت من منطقة في الأطلنطيك أوشن، ما كانش لسه سماها المثلث، إنما هو وجد إن المنطقة دي وهميا لو رسم خط بين فلوريدا أو سياحل ميامي بيتش، ساحل الأثرياء والأغنياء، وبين جزيرة بورتريكو وبين جزيرة برمودا السياحية، مش المكان بتاع الدجال نفسه، هو برمودا السياحية، عشان في واحد جاهل طبعا ما بتابعش التفاهم دول، لا وطالع ان هو بيصلح الوعي، اللي هو مزيف واخته بتاعت برمودا ومتجوزه واحد يبدو يهودي، وهو اصلا الله اعلم بخلقته يعني، وتحس فيه البلاهه والغباء، ويدعي انه بقى قرأ كتب، لو يغلط في اسمي يقول لك انا رافضه. اللي ناقص يقول محمد علي حسنين عيسى. يعني كوميديا بنوري الأمة العربية كم السفاهات، وإن دايما الأبلسة من البشر كالأبلسة من الجن، منتهى الغباء كإبلسهم كدجالهم، إن ربنا ينعم على مخلوق بالإيجاد من العدم، ثم إنه يعيش ويتنسم حياة ويعرف إن له خالق ورازق، ثم يتسافل على الخالق الرازق، لا ويحاد الخالق الرازق، فدول أبلسة كلهم. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام كتير في ان فينسنت جاديس هو اول من اخترع الكلمة دي. الولد اللي بتكلم عليه بقى بيقول لك هو محمد عيسى ما يعرفش برمودا دي، ولا عمره راح، ولا ده على اساس بقى متابعني يعني على اساس بقى اني عارف بقى كل حاجه عني، يعني قمه الجهل والغباء. ما هو زي البورصه اللي يقول لك هنكشفه، يعني والله العظيم يعني ما اغباهم يعني. فاللطيف في الامر حضرتك انه اتكلم عن المنطقه الوهميه دي، ان اي طائره بتعبرها او اي سفينه بتمر بيها بتختفي. فبدأ يتكلم ان هو ده مثلث الشيطان، وسقط في هذا حتى شيوخ مسلمين، الى ان جاء العبد لله بدراستنا، يعني ما هو الانتي كرايست من صميم دراستنا حضرتك، زائد الخلفية بتاع تربية الواحد قرآنيا وحديثيا على ايدين علماء بلها والدي العظيم، الحمد لله جمع في ايديا كل الخيوط دي، وقدرت اصل بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل آل بيت سيدنا النبي وبالتحديد سيدنا الامام علي سلام الله عليه، ان انا اضع نقاط على الحروف في كل شيء يخص هذا الملعون العدو للامه، بل العدو للبشريه جمعاء، زي ما عملت اول كتابي الخيوط الخفيه، انه ده اعلان للبشريه، تحذير للبشريه جمعاء، لان سيدنا النبي رحمه للبشريه جمعاء، وده اللي جعل اوروبا على طول تدعوني، حتى امريكا لولا تحفظي في بعض الحاجات بالنسبه لامريكا يعرفها طبعا جنرالات مصريين يعني. الى ان هداني الله سبحانه وتعالى ان المنطقه داخل هذا المسطح اللي هو اتوصف بانه مثلث، مش مثلث ولا حاجه، هي جزيره في هذه المنطقه، لكن هذا الرجل بالعلماء اللي معاه، بالعلماء اللي كان بيخطفهم، بالعلماء اللي هو مجندهم ومؤمنين ان هو ده المسيح، او بالعلماء اللي هم عايزين دنيا، لان الجزيره اللي عاملها دي عامله زي الجنه يعني في واحد مصري شافها، مصري حديثا يعني، ما جاش يمكن يعني قلت كلام بسيط، وقلت ايام الاستاذ ابراهيم حجازي بعض الاشياء، لكن في مره هنفجر المفاجاه دي للناس بحقائقها يعني باذن الله تعالى. فهي جزيرة محمية بمجال كهرومغناطيسي بأجهزة قادرة فعلا ان هي تعطل اي طيران وتقدر تهبطه وتاخده، او سفينة تدخل ما تخرجش الا باذنه، وده اللي خلاني تعرضت لديفيد كوبرفيلد اللي هو كان بيصفوه بالساحر الامريكي، قلت لهم هو مش ساحر ولا حاجة، مش ساحر ولا حاجة، معاه اجهزة من الدجال، وان هو يعتبر تربيته وشاء الله اتعرض له في امور اتكلمت عنها وافصحت عن حاجات، لكن في حاجات لا هنقول اسرارها اكثر باذن الله. فهذه المنطقه هي قلعه يتواجد فيها، جزيره كامله فيها تقنيات هائله جدا تسبق الزمن فعلا، وده اللي هيجننه، لان هيجي سيدنا الامام المهدي سلام الله عليه بين طرفه عين وانتباهتها، هيكون في تكنيك اعظم اللي هو بيمتلكه، ودي احد الاسباب برضو اللي حجننه يستشيط غيظا ويفقد كل اوراقه كما قلنا في الحلقه مع الاستاذه اسراء،
بإذن الله هيضطر يخرج صاغرا. طيب سيادتك بتتكلم هنا عن إبليس بقى والملعون ده، الاثنين ملعونين، الاثنين مطرودين من رحمة الله سبحانه وتعالى، وكلام حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوثق أنه ليس لهما توبة. مش ليس لهما توبة لأن رحمة الله ضاقت، حاشا حاشا لله، إنما لأن هم هيموتوا مصرين على هذا وهيقتلوا وهم مصرين على هذا الشر. اللي بتنتفخ الأنا عنده عشان ينجو منها بيبقى عايز معجزة من السماء، يعني محتاج يتطهر طهور بنهر النيل كله والميسيسيبي والأمل، كل نهر عنده في الدنيا. صدقني أي إنسان تنتفخ الأنا عنده محتاج الأنهار دي كلها تطهره، فإما أن يفلح وإما لا. فصعب ارتداد الناس دي عن طريق الشر اللي سلكوه، زي بالظبط ما أبو جهل قالها يعني لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لو أخبر صاحبك أنني أبغضه ولو كان رأسي في قاع جهنم. هو الغل اللي عندهم مخليهم والحقد. إبليس ذكرنا في كتابنا أن هذا الملعون هو نتاج جماع بين والديه، إما في فترة الطمس المعروفة، وبما أنه هو كان عابد صنم وعابد 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 فيما كان دعاة الحق موجودين، يعني دائما في رسل أو أنبياء أو صديقون بيحذروا، لكن هم أرادوا هذا الشر طريق الشر، فهو هذا النتاج. طبعا لما عني به من سيدنا جبريل سلام الله عليه، وهذا الكلام له تفصيل طويل، يعني أحتاج سيادتك بقى تدقق في تفاصيل هذا الأمر، لأنه أمر مهم جدا جدا جدا. بغض النظر ننتقل سريعا إلى مسألة إن إبليس وجد في ضالته، وكتبت هذا، وجد في ضالته يعني كان متابعه راصده، وجد في الصفات اللي هو عايزها حتى من هو طفل. وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلقة البشرية وكل طفل بيولد سواء مسلم غير مسلم بيترصد من إبليس، وصدق الله العظيم في سورة ياسين إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، بيسخر أي اتنين بيتزوجوا، ولذلك هتجد حرب الزواج، حرب الزواج، هو ما يتمناش إن البني آدمين يمشوا فطريا، لازم يمشوا بالشذوذ بتاعه اللي هو عايشه إبليس وهو نفسه الدجال بتاعه بيمارسه. فكان اللقاء بينهم ما دام وجد ضالته في هذا المخلوق وعلم، لأن الشيطان على علم، إبليس على علم، مش على علم، وده يرينا إن الفارق عظيم بين إنسان أو مخلوق على علم وسفيه وبذيء وقليل الأدب ومتطاول ومتسافل، وبين مخلوق تاني على علم ويعلم آداب العالم والمتعلم وأدب العلم، لأن دي ياما بشر عاملين نفسهم علماء وهم قمة السفاهة والسفالة، ياما بشر بينتحل صفة ما وتلقى في منتهى السفاهة والسفالة. اعرض كل إنسان على كتاب الله هترتاح، هتجد صورته في المرآة أمامك واضحة جدا، ده بيعمل في أي معسكر بالضبط. فهو وجد في ضلته، فأصبح بينهم تعاقد. لما عرضناه العقد اللي هو التصوري والتخيلي في كتاب الخيوط الخفية، دي مخطوطات كتيرة ما كانتش لعند والدي زي ما الأبراص بيدعوا ولا حد، إنما أتتني من فلسطين وحكالي عليها عواجيز فلسطين، إن هذا الأمر متواتر عند ناس كثيرة جدا بالذات من العواجيز. يا أخي في المملكة السعودية مرة كنت في مستشفى أحمد زاهر في حي النزهة، أرقى مستشفى في مكة، فقعد جنبي شيبة كبير راجل عجوز من أهل البوادي يعني، ومعرفش استلطفني من وسط الكل وقعد يحكي لي حكاوي. أنا بعد لما يعني دخلت للطبيب وقلت له ممكن تنتظرني لحظة، حبيت أخد عنوان وحاجته ليه؟ لأتعلم على يديه. وقال لي أيام حضر الملك عبد العزيز بيقول كان يعرض علينا خذ ما تشاء من بيوت ومال، وبيقول سبحان الله أنا كنت أقول لأولادي خذوا أنتوا بس سيبوني أنا عايز أعيش وسط الجبال، عامل زي الكابتن سيد كده والناس دي اللي هي يعني إيه أطهار، أطهار بعيد، بعيد عن التلوث بتاع التمدن يعني. فتعلم
تعلمت عليه كثير من العلوم والمعارف، وكان بيقص عليا برضو الآباء وأجداده كان عندهم مخطوطات. في بنت من اليمن اسمها الأستاذة منى، ياما ياما أرسلت لي أشياء وتقول لي عندنا عواجيز عندهم عجائب. في السيد مختار الضالعي، ده كان مستشار وزير الثقافة اليمني حضرتك، وما زال على صلة بيا. ياما ياما أرسل لي مخطوطات وعلوم، وياما من معارف الشيخ أحمد بن علوان العارف بالله العظيم اللي اتكلم عن مصر كلام روحاني عالي لم أرى عالم مصر اتكلم عنه حضرتك. فلا ننكر إذا كان المنكرون جهلاء وجود الاشياء اللي هم بيجهلوها. يعني انا اتحدى كل واحد في غرفه ما ويقول لي اللي وراء الغرفه دي ايه. هل معنى كده ان انت مش شايف ما وراء الغرفه ان كده ما فيش شيء، ان كده عدم؟ فدي ناس مخها يا اما في حسن ظننا يعني قد اسمه ايه حسن فاهم مثلا بيقول قد المخ اللي هو قد الفسفوسه، انا ما اعرفش ايه الفسفوسه تمام، انما ده في حسن الظن، او انه فعلا انسان متشيطن فمختنق كونك تكشف الحقائق دي او العجائز دي تشوفوها، او انك انت تنقل علوم الاجداد والاباء سواء كانوا من بلدك او من خارج بلدك تواترا لامور تفضح ابليس والدجال وعلاقتهم ببعض وان في بينهم عقد ممهور. طيب نستقي الامر ده من ايه؟ هذه المصداقية استقيه ان كان في كتاب عظيم، الكتاب ده اسمه كتاب السحر، بيتكلم عن السحر وشره واضراره، وجاء في باب كان للاستاذ محمد جعفر. الكتاب ده مش موجود في مصر، نادر، لكن موجود عند العبد لله، واتيت منه وذكرت التوثيق بالصفحات ونسبته، اتى بعقود بين شياطين وبين اناسي، يعني بني ادم وعمل عقد مع شيطان او مع ابليس نفسه. العقد ده ممهور بالدم، مختوم بدم بينهم والعياذ بالله. طيب عشان ممارسة السحر وطقوسه، طب ما انت خد مصداقية هذا من ذاك. وعرضت هذا في كتاب حوار صحفي مع جن مسلم، وكان صدمة لكثيرين. في بقى لصوص فكر طول عمرهم الحمد لله بينابهم الواحد. ألذ حاجة أنا كاتب تعليق بخط إيديا، ففي واحد مش هقول اسمه يا ربنا يهديه، قد يكون من اللي تابوا يعني، لانه اختفى من على الساحه فربما يكون تاب. في بقى بجحاء على الساحه، بجحاء بجحاء وعاملين نفسهم كتاب ومالهمش يعني. في منهم اللي علمناه ازاي يكتب. سبحان الله، فكاتب انا بخط ايديا. فالطبعه الاولى حضرتك المونتاج اخطا انه راح مصور تعليقي بخط ايديا جنب التعليق الثاني. فمن الحرامي مش لاقي حاجه. عايز ياخد ده. وما يقولش انه من كتاب لمحمد عيسى حضرتك، فراح نقله فاضطر يصوره كما هو، فطالع خط ايديا في التعليق وبرغم كده ربنا الله 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 الله. فما فيش حرامي غير مفضوح، ما فيش ابليس بشري غير مفضوح، ما فيش دجال بشري غير مفضوح. والغريب بقى ان يطلع ابراص اولاد بغايا، أولاد بغايا بغايا، دجالين ونصابين وسبرسجية وظلنطحية وكل ما شئت، ويتهمونا احنا بالدجل. تخيل زي البورص اللي اسمه باراخوت ده مثلا، يعني واحد مدعي المهدية، ومدعي المهدية، مدعي المهدية رسمي فهمي نظمي، أمه كانت راقصة قبل كده وبتاعه، يعني لما نفتح ملفه وهنفاجئ الناس. قاعد على الميديا بعصابة، ممول طبعا ومعروف، معروف والله العظيم، ما هو الا بورص قاعد في مصيده زي الابراص التانيين. كل دول لهم مصارعهم، لهم وقت السحق قادم قادم. فاعد لك ولا تستبعد ان هو احد اللي دخلوا عفوا يخطئوا في حقك، اللي هو قاعد هي دي شغلته، واحد صايع زلنطحي مدعي ان هو كان ايه، لا ده هينافس عبد الفتاح السيسي يعني، باعتباره يعني الراجل عمل حاجات عظيمه يعني ومنجزات عظيمه، وطالع النصاب بيقول لك ايه، مره يسمي نفسه مهندس، مره يسمي نفسه ايه رئيس مجلس اداره مؤسسه مكافحه البطاله والفقر. الله اكبر الله اكبر. طبعا نبحث عن المؤسسه دي عشان نبقى نشوف ان شاء الله الحاجات دي. فكل دول
يدخلوا في مثل هذه المواثيق دي. الناس دي حضرتك بايعة دينها وضميرها، ولا تستبعد، لان انا عندي معلومات دقيقة عن بورصة اسمه باراكود، زي بورصة السويس، زي بورصة كذا، كل دول ممارسوا سحر، كل دول شبكات دعارة، كل دول شبكات مخدرات، كل ما تشاء. ثم يحاولوا بقى الصاق هذا ان يتهجموا على الحركة، يتهجموا علي، يتهجموا على اي ما سابوش مفكر في الامة، وهي دي شغلتهم وحياتهم. فانت حضرتك عفوا زي ما استخدمته سوبر ريد، تقدر تستخدمه بقى سوبر ريد ضد الناس دي. فلا تستبعد صحة هذه المخطوطات، ان في عقد عرفي بين الشيطان والدجال. يعني ما يمنع يعني اللي بيحاولوا يقدحوا في المسألة، ايه اللي يمنع يعني؟ ما هو الشياطين اولياء بعض، يعني الشياطين اولياء بعض بنص القرآن العظيم بحضرتك. ده كمان ايه يعني؟ ان الشياطين لا يوحون، شوف بلام التوكيد، لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، لمجرد بس اي طعن، اي تشويه. شوف الله طمأن قلوبنا بالنصر العظيم اليقيني الحتمي، ووصف لنا اعدائنا وقدم لنا صورة عنهم تجعل قلوب جيلكم كله مطمئن وشايف الصورة بكل نقاء. العدو عدو والحبيب حبيب. نعم. طيب اخيرا يعني حابين نتكلم، بمناسبة ان حضرتك قلت ان قلعة الدجال في برمودا او نعم. كان محاطة بطاقة كهرومغناطيسية بتجذب الطائرات او بتمنع دخولهم، يعني بتجبره على الهبوط. ما النهارده في حضرتك اشعاع ممكن يهبط طيارة، وحضرتك في إشعاع ممكن يوجه سفينة اللي هتدخلي، مع التحذير طبعا بيبعتون تحذيرات، بدليل وثقت بعض الأحداث مش من عندي، من الملف الأزرق الأمريكي اللي كان سري، ثم بدأ أشياء تتسرب وتخرج لنا العلن، إن كان مثلا يجوا بحارة تسمع أصوات استغاثة هائلة ثم انقطاع الأصوات دي مطلقا. معناه وبعدين في استغاثه مصحوبه ببعض كلمات، ان في ناس داخل علينا او في غرباء داخلين علينا، هم مش عارفين يحددوا مين دول، وممكن يدخلوا عليهم بمسكات زي المسكات اللي بيستخدمها الهبليين وبتاعه البت راشيل المعتوهه دي، طبعا مش معتوهه، كل دول متجندين، وتم ضخهم في التوقيت اللي هو ما بعد احداث اسمها 25 كوارث دي لحضرتك، وكانت الفسحة وما زالت يعني ما زال بعضهم على الساحة موجود، وطبعا مقصود يعني اتسابوا، يعني اصبح الان لا طبعا مصر في منعة وشايفة كويس كل حاجة، وكل ضربة لها وقتها، يعني كل ضربة لها وقتها ان شاء الله. فهل بقى وقت ظهور الامام المهدي عليه السلام الله هتستغل الطاقة ديت في الخير ولا هتختفي اختفاء طاقة ايه؟ الطاقة الكهرومغناطيسية لا هتستغل في الخير، وده هو الإيمان المهدي هيفعل أشياء خارج الخيال. الدجال نفسه هيفضل قاعد كده يعني حالة ذهول، وهيبقى الرعب، هو الرعب مالي قلبه منذ شاء الله أن تخرج كتبه إلى النور. ودي مش العفو، مش العبد الله اللي بيقيم، يعني أجهزة مصر، قادة مصر، قول ماشي لغايه الرئيس مبارك، لغايه الرئيس كان عارف كل حاجه، عارف كل حاجه، لان قلت كان قائد السرب الجمهوري المقاتل، وبالذات كان تخصص الهليوكوبتر، وطبعا كان بيقود كله، كان صديق شخصي وعشره عمري، مر بتجربه مع هذه المنطقه وجالي منها مباشره قبل ما يروح للرئيس مبارك، لكن ما قص عليه. فطبعا بقت الكتب مصداقية وتعظيم سلام، وكرمت لله الحمد حتى من رئيس مبارك. يعني ما هو حتى التيار اللي حضرتك ذكرته كان لما لقى ان هو بدأ ينجذب ناحية فقد السيطرة على الطيارة، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم رحمتك يا سيف، والله اقسم بالله، يعني الراجل كان بيبكي وهو في حضني، يعني بيحتضني، هو مش مصدق انه نجي يعني. انما قال انا ايقنت فعلا كل كلمه انت كتبتها صادق، غير اللي زاره يعني في وهو مصري، بس مش انا يعني ما ادعيش ما قمتش بيه،
لكن شاء الله انه ما يقصش لحد في مصر كلها الا برضه العبد لله، هو ورئيس حزب سياسي كبير، يعني حزب كبير قوي. سبحان الله يطلع برضه واحد مدعي وينتحل، ان الحزب ده طبعا حزب مش قائم يعني، انما من ضمن الدجل يعني، الدجاليات اللي على الناس يعني. نشكر حضرتك يا دكتور، وبإذن الله نعم الحديث بقية، ولسه ان بس شاء هي دي الله. مجرد تمهيد نعم لباقي الحلقات. نعم نعم نشكر حضرتك، أهلا وسهلا، وبنستمتع دايما إن احنا بنتواجد مع ربنا حضرتك. يعزك والله، وأنا سعيد بكم جدا، وأنتم على جادة الصواب، وكونوا أكثر يقينا وأكثر ثقة في الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله دعواتكم هتبلغ، خاصة إن أنتم شباب ولكم جمهوركم كده كده لله الحمد، غير سنكم نفسه جذاب لكل من هو في نفس عمركم، أقل قليلا أسبق للأمام قليلا، لكن هي دي الدايرة المؤثرة، واللي أنا يعني بطمح إن شباب مصر ينتفض ليرود الأمة العربية والإسلامية بالحق الحقيق، وليس بالدجل والأكاذيب وميديا الدجال اللي قاعد عليها دجالين عمالين يشوشوا وينشروا الرعب أو ينشروا الدجل أو يتهجموا على الناس وهكذا يعني. فإن شاء الله لكم النصرة من الله سبحانه وتعالى والنصر المبين العزيز. نعم. نشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وفي النهاية نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم آمين يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.